طاشوة. سلمك ان شاء الله يسلمك. يبلغ ان شاء الله. اني فرحانه بزاف خالتي. اني فرحانه بزاف. يسلمك. جبت 17 على معدل في المؤسسه. يبارك فيك ان شاء الله. يبارك فيك. مع السلامه. يبلغ ان شاء الله. مع السلامه. دعا عزوز رحاب متحصلة على شهادة تعليم متوسط بمعدل 17 والحائزة على المركز الأول في المؤسسة. أشكر كل من ساهم في نجاحي من طاقم تربوي وأساتذة، وأشكر بالأخص والدي اللذان سهرا من أجلي، وأشكر أيضا أقاربي الذين كانوا يدعون من أجلي وصديقاتي، وأبارك لصديقاتي وزملائي المتحصلين على الشهادة، وأقول للذين لم يتحصلوا لا يعني لا تستسلموا لأنها ليست نهاية المطاف. كانت لحظات جد مثيرة لأنها لم تظهر لي النتيجة في المنزل، فذهبت إلى منزلي جارتنا وظهرت لي الحمد لله. متوسطة ابن باديس. شحال أدت معدل؟ 18.36. الوليد ها أروح. الوليد ها أروح. إن شاء الله يا ربي. صحيح. قمة المؤسسة. قمة متوسطة ابن باديس. جاها مدير التربية وقال لها جيبي 20 كرم بنزين. لا غالب لا عقوبة الباك إن شاء الله يا ربي. ربي يعيشك إن شاء الله يا ربي. آمين. أهلا، اسمي بوناب أماني متحصلة على معدل 18.36 من متوسطة عبد الحميد بن باديس. أنا جد سعيدة من أجل هذا المعدل، وهذا أيضا تتويج من أجل المجهودات التي بذلتها طيلة هذا العام، وأنا أشكر أيضا المعلمين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجلنا، وأيضا المدير الذي أشرف على كل تجهيزات طيلة العام. نسيت السؤال في الرياضيات بقيمة زوج نقاط، لا أعلم ولا زوج نقاط ولا ثلاثة نقاط، وكان هذا هو اللي طيح لها المعدل شوية 18 فاصل. كنت نتمنى ولا التوفيق إن شاء الله، العقوبة الباك إن شاء الله نفرح بها في الباك إن شاء الله يا رب. لا لا الحمد لله، من ناحية التربية من ناحية الأخلاق من مجهودات، وراهي جابتها بمجهودها، ما دير لا ليكور لا والو، الحمد لله يا ربي. ونتمنى التوفيق لكل التلاميذ إن شاء الله، العقوبة الباك إن شاء الله نزيد نعاودها إن شاء الله يا ربي. ربي يفرح. هي العام تسنى 19 قداه 72 62 المراحل في ثلاثة، المراحل الثلاثة كانت جيب 19.